صباح الخير أحبائي وأعزائي، كما تعودنا من قناتكم قناة الملك والأمير التي تدعو كل مشاهديها ومحبيها لهذا الأمر، لهذا الطلب، لهذا الرجاء. إذا أعجبكم الفيديو أرجو اشتراككم في القناة، ومع كل ذلك أنني أنشر جميع التعليقات الإيجابية والسلبية التي يقوم بالشكر فيها إلي والذي يذم أيضا فيه. أنا تحت أمركم في كل اللي أنتوا عايزينه، وكما اعتدنا أن نقال أو يقال كل يوم في كل صباح السنكسار. الجمعة 23 من شهر سبتمبر 2022، 13739. اليوم مليء بالأخبار الكثيرة. اليوم 13 من الشهر المبارك توت، أحسن الله استقباله وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي. تذكار الأعجوبة التي صنعها القديس باسيليوس الكبير أسقف قيصرية. وفي هذا اليوم تذكار الأعجوبة العظيمة التي صنعها القديس باسيليوس أسقف قيصرية القيودية مع غلام كان قد تعلق قلبه بابن سيده. فزين له الشيطان عدوه وعدو الجنس البشري أن يلتجئ إلى أحد السحرة الذي استكتبه تعهدا ببحث علم الإله والخضوع الكامل للشيطان الذي سيبلغ أمنيته. وأطلق بعد ذلك أن تعلق قلب الفتاة ابنة سيده بمحب الغلام بمحبة الغلام، وطلبت إلى أبيها بإلحاح ألا يعترض على زواجها بهذا الغلام، وحرصا على عرضه خوفا على حياتها زواجها منه. ولما قضت معه زمنا طويلا ورأت أنه لم يدخل الكنيسة ولم يتناول الأسرار المقدسة ولا رشم ذاته في علامة الصليب المقدس، صرحته بارتيابها في إيمانه ومحبته لله، فأخبرها بما حدث له وكيف أنه كتب تعويضا للشيطان بالطاعة إلى الموت. فبكت كثيرا ووبخته على صنيعه، ثم صحبته إلى القديس باسيليوس أسقف قيصرية القيودية، الذي لما سمع اعتراف الشاب ورأى حزنه واشتياقه للرجوع إلى حياة التعبد والشركة والبر، طمأنه وطلب إليه أن يبقى عنده زمانا للانقراض للصلاة والصوم. وبعد أن قضى 3 أيام افتقده وعلم منه أن الأرواح الشريرة لم تكف بلحظة عن انزعاج ومحاربته بشيء شتي الطرق، فسكن لوعه وأطعمه وصلى لأجله، وطلب إليه أن يستمر في عودته وجهاده بالصلاة والصوم. وبعد أيام أخرى فأخبره الشاب أنه لم يعد يرى الشياطين، وإن كان لا يزال يسمع صراخهم متعددهم. فأطعمه أيضا وصلى لأجله وتركه ليعاود حياته العزلة والجهاد. أتى إلى كمال 40 يوما، وإذا جاء إليه القديس وسأله عن حاله فأعلمه أنه قد رآه أي القديس وهو يقاتل عنه الشيطان، وأنه قد انتصر عليه وتمت له الغلبة. فدعا الأسقف وجميع الكهنة والربان وصلوا عليه تلك الليلة، وفي الصباح أدخلوا إلى الكنيسة. وبينما كان الجميع يصرخون يا رب، سقط في وسط الجميع الكتاب التي كان الشاب قد تعهد فيه بجحد الإيمان والخضوع للشيطان. ففرح الأسقف والشاب وزوجته وكل الشعب، وبارك الأسقف الشاب وناوله من الأسرار المقدسة. وهكذا مضي الشاب مع زوجته وهما في باقة الخلاص وفي غضة الغفران والسلام، وقد شكر القديس الذي أنقذهما بصلاته. بركته تكون معنا آمين. وفي هذا اليوم أيضا تذكر نياحة القديس البابا متاوس الثاني 90. في هذا اليوم سنة 1182 الشهداء تنايح الأب المكرم الأنبا متاوس الثاني، وهو 90 من عدد البابوات القارات المرقسية، وكان رهيبا بدير المحرك، وقدم بطريركا. سنة 1169 الشهداء وجلس على الكرسي المرقسي 13 سنة، وتنيح بسلام. بركة السلامات الكل معنا آمين. نبدأ أخبارنا اليومية، الأخبار اللي الكل بيسعى وقد يسمعها. وفاة الفنان هشام سليم بعد صراعه مع مرض السرطان. كشفت فضائية العربية عن وفاة الفنان هشام سليم، وتقرر تشييع الجنازة بعد ظهر اليوم. ومنذ شهور أعلن سليم إصابته بالسرطان وأنه راضي بقضاء الله، حيث قال في تصريحات تلفزيونية: كل اللي يجيبه ربنا كويس وأنا بخير حتى الآن. لافتا أعتقد أن مرض السرطان أفضل من فيروس كورونا والأمراض اللي تحشد الأرواح خلال 3 أيام، واضح أن أنا حاليا في السخنة أضع العلاج بعيدا عن ازدحام القاهرة. الكلام الذي أصدم الجميع: مظهر شاهين هشام سليم شهيد وسيشفع في أهل بيته. كتب الدكتور مظهر شريم إمام الخطيب ومسجد مايك عمر مكرم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي أن الفنان هشام سليم من الشهداء وسيشفع في أهل بيته، وأوضح أن كل من مات بإيذاء في بطنه من الشهداء إن شاء الله تعالى ويثبت. وبينت النصوص الشرعية أن أصناف الشهداء 5، وأكدت على أن من
أن المبطون هو من مات بمرض في جوفه ومن المتفق عليه فقها أن الذي يموت بأي مرض من أمراضه يأخذ حكم المبطون ويكون من الشهداء. ومن ذلك ما روى عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة، المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. هذه هي الأقوال، ووفقا لشريعة الإسلام ووفقا لرسول الإسلام. ولأول مرة السعودية تعين امرأة رئيسة لهيئة حقوق الإنسان. أصدر العائل السعودي الملك سليمان ابن عبد العزيز اليوم الخميس أمرا ملكيا يقضي بتعيين الدكتورة هلا بنت مزيد ابن محمد النوري رئيسا لهيئة حقوق الإنسان في مرتبة وزير، وأفاق وكالة الأنباء السعودية. وجاء ذلك في بيان صادر عن ديوان الملك السعودي اليوم، وأشار البيان إلى إعفاء عواد بن صالح ابن عبد الله العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان من منصبه، والدكتورة هلا بنت مزيد التوجيري هي الأمينة العامة لمجلس شؤون الأسرة منذ عام 2017، وهي رئيسة فريق تمكين المرأة في مجموعة العشرين، ومستشارة إدارية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الخامسة عشرة منذ شهر يوليو 2021. كما تشغل عضوية المجلس الاستشاري للبرنامج الثقافي في الجمعية العربية للسعودية للثقافة والتراث، وعضوية لجنة المرأة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إسكو، ولجنة عمل المرأة في منطقة العمل العربية. ونالت وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية عام 2021. ومن ضمن ايضا اخبارنا الرائعه والجميله ايضا ابراهيم عيسى عن حمله منع محمد رمضان من الاسكندريه شيء موجود عمق عروس البحر المتوسط حولا الى ارمله. علق الاعلامي ابراهيم عيسى على حمله منع اقامه حفل محمد رمضان بالاسكندريه، واكد ان المقر مع محمد رمضان دليل بؤس العقل المصري، وكيف يمكن ان تسمح الدوله ان يبرئ اي بني ادم او جهه او مجموعه تطالب بطرد فنان من المدينه في بلد. قال ابراهيم وعيسى في اللي خلى برنامج حديث القاهره المذاع على قضيه القاهره والناس ان ما يحدث في وجاعه حمله منع محمد رمضان من الاسكندريه هذا شيء مبدع ومقلق ان يسلم المجتمع لهذه الدرجه، مؤكدا ان ما حدث هو صفقه ضد فنان له شعبيه وجميل. وما هذا العده في التناول وطلب الاعلامي ابراهيم عيسى مؤسسه الدوله بمحاسبه كل من دعا الى هذه الدعوه المنتهكه للدستور المصري الممثله في منع مواطن من دخول بلده، مؤكدا ان التيار السلفي يسيطر على اسكندريه وحولها من عروس البحر الى ارمله. هذا من ضمن ايضا الاخبار الاخرى ومن الاخبار التي قد تكون جميله وقد تكون سعيده. بعد اصرار على التحدي شاهد طرد محمد رمضان من مقهى اسكندريه. استقبل عدد كبير من الشعب المحافظه الاسكندريه الفنان محمد رمضان بحفاوه، حيث كان نفذ زيارة المحافظة ردا على حمل المقاطعة حمل المقرر اقامته هناك ليؤكد حب الجمهور له، الا انه تعرض لاعتداء وطرد في مقهى وهو المشهد الذي صدر الدرينج وفيه ظهر رمضان ويتوسط عدد من الشباب داخل المقهى، وحدث فوضى وسمع صراخ من النساء حيث حاول شاب التعدي عليه فتدخل الموجودون وانقذوه، كما تلقى رمضان شتائم كثيرة. هل هذا ما ينفع ان نقوله؟ ان مصر البلد الغنية بكل شيء، البلد الرائعة، ولكن كل ما يهمنا بعد كل هذا الكلام التعرف على الله، معرفة شخصية. ما هي الأشياء التي تحتاجها لتكون علاقة مع الله؟ أن تكون إنسانا جيدا، أو أن تقوم بأعمال حسنة حتى يقبلك الله، بل لا شيء من هذا القبيل، فقد أوضح الله في الإنجيل كيف يمكننا أن نتعرف عليه وأن يكون في علاقة معه. ومن الخطوات التي سوف توضح لك كيف يمكن البدء في علاقة مع الله المبدأ الأول: الله يحبك ولديه خطة رائعة لحياتك. يقول الكتاب المقدس: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. وعن خطة الله لك قال المسيح: أما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. يوحنا 10:10 أي حياة ممتلئة وذات أدب. لكن لماذا لا يختبر معظم الناس هذه الحياة الفضلة؟ سنجد الإجابة في المبدأ الثاني. المبدأ الثاني: الإنسان الخاطئ منفصل عن الله، لذلك لا يستطيع أن يعرف ويختبر محبة الله لأجل حياته. الإنسان خاطئ يصرخ الكتاب المقدس ويصرح الكتاب المقدس إذا الجميع أخطأوا أو أعوزهم مجد الله في رومية 3:23. لقد خلق الله الإنسان ليكون في شركة معه، لكن الإنسان اختار أن يسلك بطريقه المستقل بعيدا عن الله فانقطعت الشركة بينهم. وهذا الانفصال عن الله هو ما يسميه الكتاب المقدس خطية، وتظهر الخطية عندما يتمرد الإنسان على الله ولا يهتم بمستواه ولا يعيش بمستوى القداسة الذي يريد الله له. يعلمنا الكتاب المقدس أن الإنسان منفصل عن الله لأن أجرة الخطية هي موت، فالله قدوس بينما الإنسان خاطئ، وبينما هو هوية عظيمة تفضل بين الاثنين. تظهر أسهم
كيف أن الإنسان يحاول باستمرار أن يصل إلى الله وإلى الحياة الأفضل بجهود ذاتية كالأعمال الصالحة أو التدين أو الفلسفة أو الأخلاق وغير ذلك، لكن كل محاولاته لا تجد، فما هو الحل؟ نجده في المبدأ الثالث. المبدأ الثالث يسوع المسيح هو الطريق الوحيد اللي يصل الإنسان إلى الله، وبواسطة تستطيع أن تعرف وتختبر محبة الله وخطته لحياتك بالمسيح. عجيب في مولده، ليس للمسيح أب بشري، لقد حبل به في أحشاء مريم العذراء بقوة روح الله القدوس لذلك دعاء ابن الله. فقالت مريم للملاك كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا، فاجاب الملاك قال الله الروح القدس يحل عليك وقوه العلي تظللك، فلذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. لوقا 1:34-35. عجيب في موته، وكما ابتدى الله ابن ابراهيم بكبش عظيم كما كاد ان يضحى بها هكذا ابتدى الله العالم كله بالكبش العظيم يسوع المسيح الذي مات عوضا عن كل واحد منا، اي ان المسيح هو يدافع محبته، وبدافع محبته قد حمل عقاب خطايانا فمات بدلا عنا، لانه كذا احب الله العالم حتى مثل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. عجيب في قيامته، ان المسيح مات من اجلنا وانه دفن وانه قام في اليوم الثالث حسب الكتب، وانه زار لصفا بطرس ثم للاثنى عشر، وبعد ذلك ظهر دفعه واحده لاكثر من 500 اخ قرون في كورنثوس الأولى. أراهم أيضا نفسه حب حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يسأل لهم 40 يوما ويتكلم عن أمور المختصة بملكوت الله. إن المسيح هو الطريق الوحيد، قال يسوع عنه هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إليه إلا بي. يوحنا 14:6. لقد عبر الله الهوية لتفصلنا بأن أرسل ابنه يسوع المسيح ليموت على الصليب بدلا عنا، لكن لا يكفي أن تعرف هذه الحقائق الثلاث فقط، بل إلى المبدأ الرابع، ينبغي أن تقبل السيد المسيح. أما الذين قبلوا فأعطاهم سلطان أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. في يوحنا 1:12. نحن نقبل المسيح بالإيمان لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله ليس من أعمال كي يفتخر أحد. أفسس 2. نقبل المسيح عندما ندعوه ليملك على حياتنا. يقول المسيح أنا ذا واقف على الباب أقرع، إن سمع أحد صوتي يقطع الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. في رؤيا 23. لا يكفي أن تقتنع عقليا بتعليم المسيح أو أن تتأثر به عاطفيا، بل يجب أيضا أن تقرر بإرادتك أن تعيشها، وإذا يعني تحول من الذات إلى الله وأن تثق بأن المسيح يدخل حياتك ويغفر خطاياك حسب وعده، وأن تدعه يغيرك لتصبح الشخص الذي يريدك أن تكون معه لسداد الطاعة. هاتان الدرجتان تمثلين نوعية من الحياة، حياة تملكها الذات المسيح خارج القلب، بينما الآن محبة الذات على العرش حياة يمتلكها المسيح. المسيح على عرش القلب، قيم الآن والذات قد نزلت من العرش. أي دائرة تريد أن تمثل حياتك؟ أي دائرة منها تمثل حياتك الآن؟ فيما يلي الكيفية التي تقدر بها أن تقبل المسيح، يمكنك قبول المسيح الآن بالصلاة الواثقة. الصلاة هي محادثة، هي حوار مع الله. تذكر أن الله يعرف قلبك، ولا تهم اللغة التي تتكلم بها أو التي تستعملها بمقدار ما يهمك وخلاصك. تقترح عليك الصلاة، أيها الرب يسوع المسيح أعترف بأني إنسان خاطئ، أخبر خطاياي، أخبر خطاياي، إنني أفتح باب قلبي وأقبلك مخلصا وسيدا لي، تربى على عرش قلبي، على عرش حياتي، واجعلني ذلك الإنسان الذي تريدني أن أكون. أشكرك لأنك سمعت صلاتي. هل تعبر هذه الصلاة عن رغبة قلبك؟ نعم حقيقي، الرب يسوع المسيح لنا المجد الدائم. يا رب احفظنا، ادينا السلام، ادينا بركة. وأما بالنسبة لقضيتنا في قضية الاقطب لشنودة، فندعو من السيد الرئيس مرة أخرى ونناشده بأن يحقق لنا الأمل بأن يعود هذا الطفل إلى والديه الذي قام بربياه الذين وجدوه في حمام الكنيسة وقاموا بتربيته وعمدوه. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأتمنى لكم كل أخبار تكون سعيدة ولائقة لكم بإذنكم. لو عجبك الفيديو شارك القناة. شكرا، سلام، الرب يكون معكم. مساء الخير أحبائي وأعزائي، أخبار سارة جدا جدا. حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي تتدخل لعودة الطفل شنودة لوالديه احتفالا بيوم السلام العالمي. أشرف حلمي يناشد حرم الرئيس بالتدخل لعودة الطفل شنودة لوالديه احتفالا بيوم السلام العالمي. ناشد الكاتب الصحفي أشرف حلمي المقيم بأستراليا السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بالتدخل شخصيا لدى المؤسسات الحكومية لعودة الطفل شنودة لوالديه، وذلك حفاظا على سلامة الأسرة بعد أن قامت أجهزة الدولة ومؤسستها بنزع الطفل البالغ من العمر 4 سنوات من والديه المسيحيين اللذان قام على تربيته ووضعه في دارة أيتام، مع تغيير اسمه وديانته من شنودة قبطي إلى يوسف مسلم بحجة أن القانون المصري
بيتعامل مع الطفل فاقد الأهلية باعتباره أنه مسلم بالفطرة. وأضاف حلمي أن التدخل من جانب السيدة حرم الرئيس يأتي في سياق ما جاء على لسانها أمس الأربعاء الموافق 21 سبتمبر في الاحتفال باليوم العالمي للسلام، حيث قالت إن السلام هو روح الأديان السماوية، مع تأكيد أهمية إرساء ثقافة السلام وتعزيز قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر لبناء مجتمع آمن ومستقر. وأكد حلمي أن التدخل من جانب السيدة انتصار السيسي يأتي بدافع الأمومة حتى يعم السلام والأمان للطفل الذي فقد الكثير من حنان الأم التي قامت على تربيته والعمل على استقرار الأسرة والحفاظ على مستقبل أفضل للطفل المسكين، مما يعد تطبيقا عمليا لما صرحت به أمس على أرض الواقع. فيديو شيماء خريجة آداب وتعمل على تيك توك: بحب السواقة، بصرف على نفسي ومش عاوز أعتمد على حد. رواد التواصل بين مؤيد ومعارض: بنت جدع التيك توك خطر عليكي. قررت فتاة تدعى شيماء، تخرجت من كلية الآداب من ديكرنس بمحافظة الدقهلية، العمل على توك توك. وقالت الفتاة بتصريحات لنا: أولا أقود التوك توك لأنني أحب العمل، مضيفا ثانيا أنا أحب القيادة، والتوك توك ملكي، اشتريته بالتقسيط وأعمل عليه، فهو مصدر رزق ومن خلاله أساعد نفسي، بصرف على نفسي، مش عاوز أعتمد على حد، يعتمد على نفسي أهم حاجة. في الدول المجتمع كان متناقض معايا، كانوا رافضين موضوع إني أشتغل على توك توك وإن بنت تشتغل على توك توك وتسوق توك توك. قالوا إزاي بنت تطلع تشتغل على توك توك؟ شافوا إن سواقة التوك توك للذكور للرجالة بس، واستغربوا وكانوا متناقضين معايا مستغربين، قالوا إزاي بنت تسوق توك توك، ما ينفعش. وأشاد عدم رواد التواصل الاجتماعي بشيماء كونها فتاة مكافحة، وكتب حساب باسم سحر زكي: حبيبتي ربنا يعينك ويرزقك ويستر عليك ويكفيك شر الناس اللي مش طيبين. كما علق حساب شيماء: بنت جدع وربنا يصلح حالها ويرزقها يا رب ويوجه لها حماده. نادى رساله: انت بنت ناس محترمين. ايضا انتقل على خط التعليقات حساب باسم احمد الخولي: محمد الخولي الشغل مش عيب وكلنا سواسيه، مفيش حد احسن من حد. وكتبت نادى المصري: طول عمرنا بنات الدهليه يسمعوا المعجزات، وقال شريف يسري ربنا يرزقها. اما محمد حمزه: برافو ان تعمل المراه سائقه توك توك. وكتب: الشغل مش عيب، لكن شغل التوك توك خطر عليكي، انت بنت فيك الطمع، يا ريت تغيري الشغل افضل ليكي وربنا يعينك ويحفظك. وراءت غاده: يعني حبيتي جبتي توك توك ب60,000 جنيه، ما كنت عملت اي مشروع مشغل او تجاره ملابس او اي حاجه. كما رفض بسام عمل المراه سائقه توك توك، وكتب: والله ربنا يرزقك، بس انا ضد ذلك، لو تشتغلي في محل افضل افضل التوك توك خطر عليكي، بما شباب راحت من وراه عشان سرقه، وربنا يستر عليك ويحفظك من كل شر. كما راح حساب: مع اني مع المراه العامله بس ضد انها تشتغل على توك توك ده بالذات، لانها كلها بيستهبل وكله بيستسهل الرجاله وستات الشغل عليه شغلانه مش بتضيف اي حاجه للمجتمع اصلا، وممكن تعرضها لكارثه زي اي ممكن بلطجيه يركبوا معاها كزباين عادي ويغتصبوها ويقتلوها. ايضا علق حساب: الناس اللي بتضحك لو عندكم شويه نخوه كنتوا عرفتوا ان اللي بتشتغل ست انثى عيب عليكم. حبيبي شكرا لك، ونتمنى لكم الاشتراك في قناتكم قناة الملكة والأمير.